السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ اليوم راح نكمل البارت الثاني من لعبة Outlast، وبشكل سريع كالعادة خلنا على طول نخش على الجيم بلاي. اوكي، اخر مره وصلنا هنا. يخش صاحبنا هذا دحين يدور، وبعدها لابد ان ننزل نشغل الكهرباء. طبعا الشيء هذا حيصير من اسفل الدور الارضي للمستشفى ومكان المجاري على حسب ما اعتقد. يا اخوي اخلص. اوكي، وين طريق الدراج؟ لا ولا هنا. اعتقد ايوه، طبعا هنا في واحد. الله لا يوريكم، امتحان بمعنى الكلمة. لكن الله يسهل الأمور إن شاء الله. أتذكر إني قعدت معاه وقت طويل مرة مرة. Nobody here. يكون جا بس. لا يكون جا. في مضختين هنا لابد انه نشغلها بالأول عشان نروح نشغل القاطع، وبعد القاطع نرجع لهنا. الموضوع سهل نظريا لكن عمليا يلا لحم السرعة قبل لا يجي شغل الثاني. اشوف دحين جاء. هو حيحس فيها، حيحس فيها في المية مية. تمشي عليه ولا لا؟ والله مشيت.
نشغل القاطع الآن. طيب ما في شيء بطارية. حلو. أوكي. الآن بيجي. حسبي الله عليك. خش خش خش. ما ادري هذا دخل عندي ولا لا، بس لازم انه ما يشوفني. لازم اخش من نفس الناحية هذه. اوكي. الله يصيبك. حشرت نفسي بس قربت المسافة. خش خش خش. Up to heaven. ناويلي بالجنة الرجال. بس تمام خلصنا منه. والله اني كنت شايل همه. اتذكر قعدت معاه صولات وجولات. طيب الان والله حس نفسي ارتحت. الان نرجع لغرفة الكنترول حتى نشغل القاطع. نشغل نكمل اللي كنا نسويه يعني زبد. I'm sorry my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. طيب حسب ما فهمت منه انه يبغاني شاهد على بعض الجرائم اللي تحصل في المكان ده. هي مش جرائم لحالها، زي ما انتم شايفين قبل شوية كان في شبح
اللي كان يقتل العساكر. Rest in peace. Rest in peace. استرح بسلام. طيب الآن مش هسي. كفو. فكر للاسي. شوي. سلامات يا الحبيب. هرش يبغوا يقتلوني. كأنك رأيت شبح. ايش قاعد تسوي انت؟ ايوه سلام. هذا ايش بقى قاعد كذا؟ طيب أعوذ بالله. والله إني ناسي 80% من الجيمز من الجيم هذا. الحين ألاقي أعتقد زنزانة فيها مخرج. أيوة هذه. في مقا في لقطات لازم تنقص ما تصبح. الحق الدم. الصوت هذا ما فهم جدا. طريق الدم من هنا. Down, down, down,
خلنا نشوف هنا أول. في واحد هنا بس خلينا الطريق من ورا بس نشوف هنا بس. أنه أعتقد أنه راح يكون مطفي مطارد هنا. أوكي. هاي شيء هذا. Nothing. هذا طبعاً قتل العسكري اللي هنا. الآن لازم نمشي من جنبه بهدوء. أوكي يا يستر كوايت. أعتقد إنه نفسي هنا. سأل الله لا يطاردني هذا. هو حيطاردني. حيجي واحد الحين ثاني. حيفزع معه. هذا هو الرمة. راح الله لا يردك يا شيخ. اوكي حنفك الباب اعتقد من هنا. حلو فلو ذا بلاد. بس من فين اجي له هذه؟ بيفصل علي هذا. وكل الله يطلعك يا شيخ. كويس السكيورتي مقفلة. اوه ذيلا الهامج ذيلا. تسمع الا وعيد. قفل هذا ثاني اكيد مفتوح.
البطاقة. في شيء عندك؟ والله نسيت من فين اجيبها. نخش نول نشوف. طبعا الملفات هذه قاعد اخذها كذا قدعانة، يعني فيها معلومات تفاصيل يعني عن بعض المساجين اللي هنا، هذا ما بتهم كثير يعني، فلسفة زايدة. طيب اظن اني حواجه الاثنين ذلات اللي اوبو الدب كيف نتش راسه. طيب هذا الكلام حلو. في بطاريات في شيء، متخيل لو غلقت عليك البطاريات تلعب كذا ابدا ما تشوف شيء. ارجع ارجع ارجع. اوه ايش في؟ ضربة واحدة كده أصلا غلطان، الطريق كان صح لكن ما كنت أدري إنه ذيلا موجودين هنا. شوفوا طلع كده بطارية 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 ما في. يلا يا حبيبي يلا يلا. No.
هذا الدب صح؟ والله هو الله يوفقك يا طيب انطبخت انا خلاص انطبخت والله ما ادري وين اروح يلا والله ما ادري وين اروح طيب فين اروح نسيت وجاي خلنا ندس حيقعد يلف هنا اذا قاعد يلف هنا والله سالفه ده صوته من عندي ولا من تحت اذا من تحت عوافي يا حبيبي خليك اجرب اخرج من دبة آه الحمد لله اوكي الله لا يوفقك يا شيخ خير ان شاء الله هارب من الدبة اوكي هلا بالزملاء مش وضع مكلفت كي والله ودي افك لك لكن طيب جاي من هنا اطلع من هنا يعني ياهو والله اني ناسي ام اللعبه ذي
فجعنا له فجعونا له قال قلت بس انت ما عارف اتكلم. خلاص خلاص اوكي جامب السلام. روح 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 صح. وتنس ايش في؟ لا شو امه ضرب ذا؟ طيب انا كده صح ولا لا؟ والله ماشي على الله بالله. شو الأصوات هذه؟ لفة كذا بس شوف في بطارية في شيء. ما في ولا شيء. هننزل. يلا. انزل يا حبيبي. اوكي من وين؟ طيب بغانا نلقى طريق الخروج. ما في شيء هنا. شوف هذا نكست من بدري انزل كده. ايش هذا؟ الشبه؟ يعني خش من هنا يعني بس بلفة. بس خلنا نشوف هنا ايش فيه. طيب نوقف هنا ولا نكمل شوية؟ الله يصيبك ادلف. انزل انت نط نط يا ابني نط نط انزل. هو صح اصلا انزل مع الماء ولا لازم اسوي شيء قبل؟ أعتقد أنه لازم أسوي شيء.
اعتقد انه اسحب المويه مش بيانا من هنا الطريق. من هنا انا في حاجة استخدمها عشان تسحب الماي اللي في الدرجة اللي على السلالم. بسرعة بسرعة بسرعة. المفروض ان لقصتهم على الثانية. على هذه ولا شيء. طيب ايش يعني في واحدة ثانية يعني؟ هذه الثانية خلاص كذا. ننزل دحين على تحت ويفكنا شر ذا. بس الله مع نفسك. أول مرة أشوف واحد دب زي كذا ما شاء الله وعليه لياقة أحسن مني. ما شاء الله تبارك. تحياتي لأي شخص سمين يعني. الله يعطيك العافية. أوكي طيب انتهينا. الدب هذا الله يمتحنه يا شيخ. خير ان شاء الله. Doctor's dead, you know that, right? Dr. Wernicke.
died before he even started working here. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. الله مسكين حالته يرثى لها نتف أمه الدب هذاك اللي كان يغني هذا في الراح. أنا ملاحظ إنه مشيت كثير وما حصلت بطاريات. إيش؟ هذه يعني مشكلة لما البطاريات ما تتوفر، يعني زي شوف الظلمة هذه، لابد إنه استخدم فيها الكاميرا الإضاءة الليلية. وعندي الآن 3 بطاريات بس، لازم أوفر. بس في أماكن زيادة لابد إنك تستخدم فيها البطارية الكاميرا. حلو. تبغى قلع المكان هذا كله مظلم وشكله بنورط في البطاريات. الشال واحد صح؟ اي والله الدب طب ايش اسوي؟ المساكين تعبهم تعب. ايش تبغى؟ جايين يضربني ولا والله جاي يضربني؟
أنا كذا صح؟ من غير ما التفت خش. أدري حسيت في أحد جاء ورايا. أوكي. كله تمام يا باشا. من ايش فيه؟ هنا في حفلة. والله طولت البطارية مرة، ما طولت وما حصلت البطاريات، هذه مشكلة. ايش في؟ اخيرا صح اني افتح له. شوف الغرفة دي بس. طيب يعني منك اوكي، هذه مستشفى او عيادة السجن هذا. ما شاء الله باين ان عيادة الدبة. طيب كيف؟ شو العمل؟ ايوه هنحط بطارية احتياط. خير خير خير. Want me? النحشة يبغوا لحم بياكلوه. براحتكم. لا 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 you
طيب شوف انا فين رحت كمان. اسمع كيف تنفس ذا. اوه انا قاعد مستني قلك مفروض اجري. مفروض ما اقعد. ذكرت الدكتور ذا. You're that bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever. You must be exhausted. No, let's take a break, huh, buddy? The old two martini lunch. Hmm? Have a little confab. Blah blah. طبعا دول الموسوس الكبير حق الجزارين اللي تحت ذلك كلهم ولا شيء عنده. شغلت وشغلة ذا كمان. I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free. I'm in no hurry. No? All right. Those are the grindstone. I like that. Okay, then, right this way. شكله هو ذا صدق. You're putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of licking my own stairs. والله الدكتور ذا شغلته شغلة ذكرته. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. I'll just need a second to wash up and home movies. And it'll give us a chance to talk. أنا لن نشوى يا شيخ. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier than thou. خلينا طالع قدامي احسن لي. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. It's understandable. People get scared. There's like to turn to God as anything else. I mean, God died with the gold standard. We're on to a more concrete now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Make you believe. Tala. You paying attention? Come on. Don't pass that on me. There's still a lot for you to absorb. قص قص صبي. There. Better, right?
Things don't reach you here. We made the consumer to the means of production. This thing is gonna sell itself. يا ساتر اوكي يا شباب الله يعطيكم الصحة والعافية واعذرونا على القصور إذا كان في قصور حبيت ان اطول المقطع المرة هذه لانه ابغى انهي الجيم يعني باسرع وقت لأنه بقي ورايا جزء ثاني على كل حال إن شاء الله بإذن الله مستمرين والله يعطيكم الصحة والعافية وإن شاء الله بإذن الله راح ننزل المقطع الجاي بأقرب وقت. شكرا للمشاهدة ومع السلامة.